الباب السابع والسبعون ومئة. باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته. فيه حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم.